السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة ومدونة زيمو للتقنية، والذي من خلاله سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة والأمنة من أجل تعقيم هاتفك الذكي. فكما تعلمون أن الهواتف يطغى عليها الزجاج، وهي المادة التي تبقى فيها الفيروسات لمدة طويلة تصل حتى 5 أيام. فبالطريقة التي سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو يمكنك تعقيم هاتفك، كما يمكنك بهذه الطريقة تعقيم حاسوبك وباقي أجهزتك الإلكترونية بطريقة آمنة، بعيدا عن الطرق التي قد تؤدي إلى الضرر بهاتفك أو حاسوبك أو إلى تلفها. فتابعوا معي هذا الفيديو. إذا من أجل تعقيم هاتفك فلا يجب عليك أبدا 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 أن تقوم برش عليه أي محلول، سواء كان كحول أو صابون إلى غير ذلك. لذلك فما عليك القيام به، أولا سوف تقوم بإزالة الغطاء الخاص بهاتفك إن كان لديه غطاء، ثم بعد ذلك سوف تأتي بمنديل ورقي. هذا المنديل سوف تقوم برش عليه القليل من الكحول، ويفضل أن تكون نسبة الكحول هي 70% أو ما جاورها، أو يمكنك أن تقوم باستخدام الماء مع الصابون المنزلي، يعني لا مشكلة في ذلك. تقوم برشها على المنديل الورقي، ثم بعد ذلك فتقوم بمسح الهاتف، مسح الزجاج ومسح جميع أطراف الهاتف ما عدا الفتحات والنوافذ، مثلا الفتحة الخاصة بالشحن أو الخاصة بالمايكرو جاك أو الفتحات الأخرى، لأنها حساسة للصابون ولمثل هذه المحاليل. قم بتعقيم هاتفك كاملا، ثم كذلك قم بتعقيم الغطاء وقم بإرجاعه له. بهذه الطريقة سوف تكون قد عقمت هاتفك، ويمكنك القيام بها مرات عديدة في اليوم. لا تنسى كذلك أن تقوم بغسل يديك وتعقيمها في كل مرة لحماية نفسك، ولا تنسى كذلك الالتزام بشروط السلامة الصحية. إذا كان هذا هو الفيديو الخاص بنا. طبعا هذه الطريقة يمكنك استخدامها لتعقيم هاتفك، كما يمكنك استخدامها لتعقيم حاسوبك أو أي جهاز إلكتروني آخر. لذلك فإن استفدتم من هذا الفيديو أعجبكم، لا تنسوا النقر على الزر لايك، لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات. كنت معكم أنا إيهاب من قناة ومدونة زيمو للتقنية، دمتم في أمان الله.